الإخلاص في السر والعلن، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب، والخشية في الغيب والشهادة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم آمين يا رب العالمين. لقد قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الكلام كان عن أعداء الإسلام، بذلوا كل ما في جهدهم ووسعهم وأموالهم وأوقاتهم من أجل إطفاء نور الله ونور الإسلام والقضاء على أهل الإسلام وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغريب والعجيب في زماننا أن القائمين على أمر أمة الإسلام هم الذين يحاولون أن يطفئوا نور الله. شيء عجيب وغريب، زمن عجيب وغريب. دعوات إلى التحلل من القيم والمبادئ، ومن باب أوسع الدين، وجهة نظر القائمين على أمر بلادنا إن أوروبا وأمريكا لا دين لهم ولا عهد لهم، ويحيون في أمان وسلام وتطور، وأن ما أخر هذه الأمة إلا مبادئ الدين. فلنتخلص من هذا القيد الذي خلف هذه الأمة وجعلها في ذيل الأمم. بلى هذه، وخلينا متحررين، سمونا الليبرال، سمونا علمانيين، سمونا زي ما تسمونا، الدين لله والوطن للجميع. وقصة الدين بقى خلاص، عايز تتدين تدين براحتك، بس ما لكش علاقة في بيتك، وصلي في المسجد بس فورا، ما فيش أي أنشطة، الدين اتعلم براحتك، لكن ممارسة تمارس لوحدك بس. وربنا حذر في القرآن، قال إنه هذا مسألة الدين كل واحد يفهمه على كيفه. وطلعت دعوات طبعا كثيرة، لا، كل واحد عنده من العقل ومن الإرادة ما يستطيع أن يفهم في دين الله، وما في أحد وصي، وما في شيء اسمه شيخ، وما في شيء اسمه إمام، ولا فيه كذا. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. حسب هذا الكلام على الملأ، سمعتوه ولا؟ نعم. ضرب لمبادئ الدين في مقتل. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا. سمع الطاعة مين؟ ألم يقل الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ فمن هم أولي الأمر؟ طاعة الله ورسوله وأولي الأمر، هل هم الحكام أم هم أولو الحل والعقل في الدين، حلال وحرام، المندوب والمستحب والمكروه، تنظيم حياة الناس، بيان الحلال والحرام من
الكسب؟ هل يستغني الناس عن الدين ويسألوا الحاكم؟ يسألوا الحاكم عن الشبهات اللي ترد هنا وهناك وتثار هنا وهناك؟ ولا يسألوا أهل العلم؟ ألم يقل الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كلام من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة. إن جهل عليك الأمر أو اختلطت عليك أي قضية ارجع فيها إلى أهل العلم. لما نمرض بنروح للطب ولا تروح للشيخ؟ لما تكون عايز تبني بيت الشيخ يبني لك بيت؟ مين؟ هل الحاكم يبني لك بيت ولا المهندس والمقاول والطبيب يداوي والمهندس يخطط والشيخ يعلم؟ صح ولا لا؟ كل واحد له دور. فلا يمكن تقول للأطباء اقعدوا في بيوتكم وكل واحد يداوي نفسه بقى بالطب القديم ويشوفوا حاله. هل تنضبط الأمور؟ فلماذا تجاهلوا؟ يعني قالوا الطبيب لازم يمارس شغله والمهندس يمارس شغله والحاكم والقاضي والمحامي إلا الشيخ لا يستطيع أن يعمل. أنت تقول اللي احنا نقول عليه؟ هل هذا الكلام ينضبط؟ هل تنصبح بحال أمة؟ هل ينفع الحاكم يقول للطبيب اكتب دواء معين للناس؟ ينفع؟ هل ينفع الحاكم يقول للمهندسين لازم تخلي الناس كلها تصميم واحد؟ هل تنضبط الحياة؟ فلما جعلنا الدين أهون الوظائف وأهون الأمور؟ ولا بد على الشيخ أن ينضبط بأمر الحاكم. لما؟ وأنزلنا إليك، أي الله عز وجل أنزل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الذكرى. طيب، لتبين للناس. كان يقدر ربنا يقول ليتبين للناس؟ انت ما إليك دور، صح ولا لا؟ وأنزلنا إليك الذكرى، وأنزلنا إليك يا محمد القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن فما وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يبين للناس. ولعل ما نزل إليهم ولعل ما تفكروا. آية أخرى، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن دور النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس القضايا الخلافية حسب ما تعلم من الله عز وجل، حسب ما بين له الله عز وجل. صح؟ إذن الآن الدعوات اللي صوتها عالي ومرتفع، القرآن موجود وكل واحد يفهمه بطريقته، وإياك وأوصياء الدين، إمام مين؟ إمام نفسه، شيخ مين؟ شيخ نفسه. وكله أبو بدأت الناس فعلا اللي ما عنده علم يصير ورا هواه ورا رأيه، وتفرقنا واختلفنا وتقاتلنا وأهدرت كرامتنا وأهدرت قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا إلا من رحم الله. فهيأ الله لهذه الأمة خارج بلاد الإسلام من يتولى القيادة من غير المسلمين يأتي به الله إلى الإسلام زي ما ذكرنا في الخطبة بالأمس، فيخطب فينا كان قسا مسيحيا له آلاف من الأتباع، فيقف ويوعظ المسلمين. ألم تكن آية من آيات الله؟ قس ظل يقول لك الأب والأم والروح القدس السنوات، وقد كان يعتقد بأن عيسى هو الله أو هو ابن الله أو ثلاثة، ويأتي ليقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه. هذا وعد الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ثم لا يكون أمثالكم.
ثم لا يكون مغتالك. قضية خطيرة، متأمل في واقعنا يرى عجلا. أمة الإسلام المفترض أنها تكون مثال للرحمة، مثال للعدل، مثال للمساواة، مثال لتحقيق العدالة الاجتماعية، مثال لرفع الظلم عن المظلومين. أصبحنا إحنا في محاكم العدل الدولية جميعاً بلاد المسلمين متهم بالديكتاتورية والانقلاب وحقوق الإنسان وكل والفقر والجهل، كل الإحصائيات اللي فيها أرقام كبيرة على فيها. أعداد قتلى بيقتل بعضهم بعضاً إحنا رقم واحد. أعداد الأمية إحنا رقم واحد. الفقر إحنا رقم واحد. الجهل إحنا رقم واحد. البحث العلمي إحنا أقل الناس، أي أكثر الناس جهلاً بالقضايا البحث العلمي. أنا أبدأ بس أنا موضوع الشباب بس بديك مقدمة وديك شوية إحصائيات. نسبة البطالة في بلاد المسلمين تخطت 43%. 43%؟ الأمية في أوروبا 3%، في أمريكا 0%. ما فيش اسمه، لازم تعلم. متوسط ساعات العمل في أوروبا وأمريكا كان 8 ساعات. متوسط ساعات العمل في بلاد المسلمين أقل من 2 ساعة في اليوم. ولو أضحكك وأنا من مصر، 25 دقيقة في اليوم. في مصر 100 مليون متوسط دقائق، ما فيش ساعات، ساعات مين يعني؟ دقائق العمل في اليوم إنتاجه 25 دقيقة. لمصلحة مين هذا؟ 60% من عدد سكان مصر شباب. Thank you.
حرب ايه؟ نص ميزانية الدولة أسلحة نموت بها بعض. هذه أمة الرحمة، نبيها نبي الرحمة. هؤلاء الذين قال الله فيهم رحماء بينهم، 50% من ميزانياتهم بالمليارات على التسليح العسكري ليقتل بعضهم بعضا. ربهم رب الرحمة. كلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ونقرأ في القرآن عن نبينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونقرأ رحماء بينهم 50%، 1% بحث علمي، وخمسين من 26 إلى 50% من ميزانيات بلادهم على التسليح العسكري. طلاق. نروح عند الزواج هاتوا الشيخ، وعند الطلاق محكمة قانون. نعم، في بلاد أمريكا وأوروبا. ما هذا الطلاق؟ أنت مش راجل مؤمن بالله وجيت المسجد وسويت عقد زواج على الإسلام، طب لما لا تنهي الأمور على الإسلام؟ لا، القانون بيديني 50%. وأحكي لكم قصة غريبة. الأسبوع الماضي واحد من إخواننا المحامين المسلمين، واحد ما شاء الله أقل دخل يسويه في الشهر 10,000، عنده ولد وبنت من زوجته مسلمين، زوج وزوجة مسلمين، يتحايل على الدولة وعلى القضاء وعلى الحكومة وعلى القانون، ويروح يسجل نفسه في الشلتر، يسكن في الجماعة شلتر مسلم سني، ويروح يثبت امام القاضي ويقول شوف انا ما عندي دخل، انا في شلتر، وتشاء اراده الله ان القاضي يعني اكتشف الحيله انه يقول لا ايجار، لا راضي يدفع ايجار ولا تشيل سبورت ولا، والبيت اللي كان ساكن فيه هو وزوجته راح لغى العقد، قطع الكهرباء، لغى التليفون، كل شيء. مسلم. القاضي تنبه انه هذا الرجل مش مظبوط، قال له اسمع، دامك شهرين تدفع لها المؤخر وتدفع لها النفقه وتدفع لها الايجار والا اسجنك. من قاضي غير مسلم، قاضي غير مسلم، كل 4 دقائق في حاله طلاق في البلد المسلم. الفقر تسبب في 90% من حالات الطلاق، 48% من شباب الأمة لا يتزوج بسبب الفقر، نسبة العنوسه في بلاد المسلمين وصلت 38%. شوف بلاد المسلمين اللي كلها كنوز، موارد نفط، موارد طبيعية، ثروات، بيئة، مناخ. 37% من المسلمين تحت خط الفقر. 37، احنا بنتكلم على 1,600,000,000، يعني 500,000,000 مسلم يعانون من فقر. 500,000,000. انت عارف عملوا احصائية على زكاة الدول الغنية، كان ما بيتكلمش عن زكوات الافراد، زكوات اللي هي الركاز، البترول والمعادن، البترول والمعادن اللي موجودة في ارض بلاد المسلمين، طلعت 60 مليار دولار. بالله عليك 60 مليار دولار كل سنة لما يتوزعوا على فقراء المسلمين، مشروعات واستثمارات، تصليح أراضي وزراعة وآبار. كنت تشوف فيه فقير كل سنة. السؤال، البلاد الغنية بالنفط والبترول كم تقدم للبلاد الفقيرة؟ ولا شيء. وأين الزكاة؟ زكاة الركاز، زكاة المعادن، الذهب، الفضة،
والبترول كل هذا الجموع. أموال المسلمين في بنوك أوروبا وسويسرا كام؟ الرقم 1200 مليار دولار. 1 تريليون و 200 مليار. 1 تريليون. 1200 مليار أموال مودعة. زكاتها كام؟ احسب بقى أنت. أنا بكلمك عن زكاة النفط والذهب والفضة في البلاد الغنية. إضافة إلى الأموال المهربة. 1 تريليون and 200 بليون دولار في بنوك أوروبا وسويسرا. بلاش نضحك شوية. أنت عارف النساء المسلمين الثريات بينفقن على مستحضرات التجميل في السنة كام؟ 7 مليار دولار. 7. ما تكلمش عن الناس الغلابة المساكين تروح تجيب علبة مكياج. لا 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 لا. 7 مليار دولار. دخل الفرد الغني في بلاد المسلمين يتجاوز 90,000 دولار سنويا، وأفقر شخص أقل من 200 دولار في السنة. شوف الفرق. اللي بياخد 90 لو طلع زكاة هيرفع هذا ل 200. شوف الفجوة منين، عشان تعرف منين بيأتي الفساد. إذا شئت أن تبقي أو أن تبقى من الله في نعمة فسارع في حوائج خلقه، ولا تعصين الله ما نلت ثروة فيحظر الله عنك واسع رزقه. ربنا اداك نعمة، من عليك، من عليك أرض الرسالة، أرض النبوة، أرض الإسلام، أرض البركة، أرض الخير. لكن هل هذا يكفي؟ وأين أنت من فقراء المسلمين ومرضاهم؟ السؤال ده ليه احنا اتكلمنا امبارح؟ ما علاقة هذا الموضوع؟ اللي بيحصل في بلادنا وصل منتهاها، فربنا سبحانه وتعالى لازم يختار مناطق أخرى من العالم تشيل راية الإسلام. في أمتنا خير والله، وفي شباب زي الورد تمسك بدينه وقيمه وأخلاقه، وفي لا. لكن ما أرى في هذه البلاد وفي أوروبا، لا، في نهضة قوية، في صحوة، في فهم. عاشوا في وسط الخبيث ورأوا أنه لا يغني ولا يسمن من جوع، فعادوا إلى الله، إلى القرآن، إلى المساجد، إلى الدين، إلى القيم. لكن ورسالة للآباء يا رب إن شاء الله تلقى صدى في نفوسهم. الأولاد لو سألت ابنك تعالى روح المسجد يتولد في ذهنه في لحظة كأنه رايح متحف قديم، هيشوف الأشياء، هيكلموه عن 1400 سنة فاتت، والصحراء والبدو والجمال وكل ما هو قديم، وناس عايشة، وحتى شيخهم مش لحيته. أنا رايح متحف. الناس اللي قاعدة في المسجد دول ناس من قديم الزمان، كل كلامهم وتراثهم عن 1400 سنة، ومش فاهمين الواقع اللي عايشين. كأنه رايح رحلة للماضي، لما بيزورها مرة صعب عليه يزورها تاني، خلاص once is enough. وحتى الكلام اللي بيقولوه الشيوخ من وجهة نظر الشباب، يعني كلمني عن مشاكلي، كلمني عن الواقع اللي أنا عايشه. لذلك الموضوع الخطبة بالأمس عن الواقع اللي حوالينا. واحد قس مسيحي عاش سنوات عمره في المسيحية، يدعو الناس ويعلم الناس المسيحية، وترك كل هذا وجه لما؟
لما؟ هو شايف قال ليه الناس بيجوا كل every other week يدخلوا في الإسلام؟ هو شايف قال إذا في قيم لازم تتعلمها. حتى الإمام لما يقرأ الشباب مش فاهم القرآن ما بسنا أي understand صح ولا كل كلام واقعي يا جماعة. I enjoy his recitations. She said his recitation is good, but I understand nothing. أنا مش فاهم هو إيش بيقول. فهو كأنه في رحلة إلى عالم قديم. كأنه الزمن رجع به 1400 سنة وهو مش فاهم اللي بيحصل. الناس عايشة في زمان وأحداث وقصص 1400 سنة فاتت. أين أنا الآن؟ حد فاهم أنا؟ متطلباتي في هذه البلاد ما متطلباتي؟ حتى لما تحكي لهم قصة عن النبي نبع الماء من بين يديه أو إنه الذئب تكلم Does it make sense؟ لأنه فيه سؤال هو هذا موضوع الدرس إن شاء الله نوصله. لكن اللي مؤمن به المعلومات اللي أنا اديتها لك مش أنتوا بتصلوا وتصوم وبتحجوا وملايين وتصرفوا فلوس وكل يوم رايح المسجد. أمال ليه في فساد في بلادكم؟ أمال ليه في كوربشن؟ ديكتاتورشيب، ديكتاتورية وظلم وبغي وجاه. ولما الولد ينزل معاك البلاد ويشوف الأوضاع ويشوف ويسمع المآذن بتتناطح مع بعضها على رفع الأذان بيقولوا لا إله إلا الله وأفعالهم تتناقض تماما فبيتولد لديه شعور في شيء غلط في شيء غلط فيفضل يظل يقول لك انا مالي انا عايش في امريكا والصلاه معلش عشان ابوك وامك يحلوا عنك صلي وخلاص صلي وخلاص لكن داخله انا بكلمكم يا جماعه بمنتهى الصراحه ما عندوش الإيمان الراسخ. ليه؟ أقول لك هل أنت مرة حدثته عن من هو الله؟ من هو ربنا؟ وكيف أؤمن بشيء لا أراه؟ هل عرفته بنعم الله؟ شيء ملموس؟ هل عرضت عليه فيديو كده بيتكلم عن الميراكل ساينز؟ إن القرآن لما ربنا يقول مثلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. أنا بديك مثلا أنا مش مطلوب منك إن أنت تكون عالم ولا باحث في الكيمياء. اللبن اللي يخرج هذا من بين فرث ودم كيف أخرجه الله في كل الفيتامينز؟ بس مثلا العسل اللي فيه شفاء للناس يخرج من بطن حشرة. وأنا عندي معلومات والله الحشرة النحلة عشان تعمل كيلو واحد عسل بتقطع 600,000 رحلة. بيقولوا الرحلة دي طولها تبلغ الكرة الأرضية كاملة. كلموا عن المعلومات دي. مين اللي علم النحلة إنها ما تاكلش إلا من رحيق الزهور ولا تأكل خبيث ولا قدر؟ وكيف هذا الذي خرج من بطن حجرة في شفاء الناس؟ قل له مين اللي خلق لك القوة النظر هذا تشوف بيه كل شيء؟ هات لي واحد يزعم إنه لما واحد يفقد بصره يقدر يرجعه. هات لي واحد وأنا أؤمن به. جهازك الآن نفسه قصة مع ابنك. ادخل على أي فيديو على اليوتيوب How the heart works, the system of the heart, lungs, الرئتين, kidneys. مين اللي خلق هذا الجهاز؟ بلاش قطرة المني اللي خرجت من الرجل في رحم المرأة كيف خلق الله فيها قلبا ورئتين وكليتين وعقل وعينين ولسان؟ وكيف دخل العظام؟ العظام كيف دخل إلى هذه القطرة من الماء؟ إذن الأساس يا إخواني
انت لازم تتكلم مع ابناء تعلمهم من هو الله اللي بيعبدوه. حببوا الى الله بتعريفه نعم الله. الاكسجين اللي انت بتتنفسه لو منعه عنك الله، مين اللي يقدر يمدك باكسجين؟ مين؟ مين؟ شمس، قمر، الليل، عندك مليون شيء تتكلم فيه. نبتة صغيرة تحطها في الأرض، مين اللي أخرجها؟ مين؟ مين اللي أخرجها؟ هذا حلو وهذا حامض وهذا كذا وهذا كذا. فإحنا نحتاج أولادنا بخير، لكن ماذا لو أنهم عرفوا من يعبدون؟ من هو الله؟ وما نعم الله علينا؟ وادخل سورة النحل في أعظم سورة تشمل وتشتمل على آيات الله عظيمة جدا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ مين اللي علم أول واحد يركب السفينة؟ هل اللي عالم يقول أنا أول واحد صنعت السفينة؟ نوح عليه السلام، مين اللي علمه؟ اللي عاش في القرون الأولى منذ ملايين السنين، مين اللي علمه يركب البحر؟ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا. عندك مليون وسيلة تستخدمها لتثبت دعائم الإيمان في قلوب أبنائك ليحملوا راية الإسلام بإيمان واقتناع. ما تخليش يجي المسجد لمجرد إرضائك وهو مش فاهم. صعب إنه يفهم القرآن، معلش. لو أنت كل يوم خدت آية، بلاش كل يوم، كل ويك إند، نص ساعة سبت، نص ساعة أحد، نص ساعة آية، ونص ساعة يوم الأحد حديث. بس قعدة طيبة. والله لو فعلنا هذا، أقسم بالله والله لم أقول شيء، لينشأن ابنك أو ابنتك خير نشأة في رحاب القرآن، في رحاب الأخلاق والقيم والمبادئ، ويكون عنده فهم للدين. إنما إحنا للأسف بنمارس أسلوب أنت إن ما صليتش هتموت كافر. صح إحنا نقول كده ولا لا؟ إن لم تصلي هتروح نار جهنم. هذا الأسلوب المرعب، ما ينفعش مع أولاد. أولاد هنا ناشئين الثقافة بيسأل لما يقول لك هو أين الله؟ يقول له استغفر الله العظيم لقد كفر. يقول لا لا يا عم هنا، يا عم هنا، لا لا لا، راح بالراحة. صحيح القرون يقول مش هتتكرر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبعض الشباب لما يقرا القران ويحكي عن قصه عاد ولا ثمود ولا فرعون ولا 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 يعني قصص قديمه بقى لها ملايين السنين، انا مالي؟ لا، القران فيه اشياء تتعامل مع العصر. مثلا اجل يعني الآيات كثيرة والمعجزات كثيرة متجددة. مثلا أنا أسألكم سؤال، لما ربنا يقول نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، عمرك فكرت فيها؟ كيف تطلع النار على ما في داخل الإنسان؟ أقول له مش أنت عارف الإكس راي والإم آر آي؟ ربنا قال من 1400 سنة إن ممكن تستحدث أشياء تطلع على ما على أجهزة جسم الإنسان من داخله، لكن النار تطلع على شيء لا يمكن لا الإم آر آي ولا الإكس راي ولا الألترا ساوند تعرفه، وهو الإيمان. هذا شيء خاص. إذا مين اللي علم؟ مين اللي قال إنه هيأتي زمان نعرف اللي جوه جسم الإنسان؟ الآن عمليات قلب بتتم بدون جراحة، صح ولا لا؟ ومن عمليات صعبة ومعقدة جدا. ربنا قال هذا الكلام إنه ممكن تستحدث أجهزة تطلع على ما في داخل الإنسان كاملا دون أن تفتح أي مكان. سبحان الله. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم حذر، قال إن منكم منفرين. في ناس منكم ممكن يكره الولد والبنت.
في الدين. خذوا بالهدوء، عرفوا من هو الله ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قيمة كتاب الله في حياتنا، وما قيمة حسن الخلق في حياتنا بأسلوب بسيط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. وقال في حديث آخر يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. لما تقول له صلي عشان ربنا يحبك، عشان لما تقع في شدة يستجيب دعائك، لكن تقول له لو ما صليتش هتروح نار جهنم. صحيح في عقاب، لكن اعطيله أمل، افتح باب أمام الأمل، باب الأمل، باب الرحمة، باب الرجاء، باب العفو. ولو قصرت يعفو الله عز وجل عنك. لو ابنك سألك، ونسألكم وجاوبوا، لو ابنك قال لك طيب أنا كيف أعرف أن الإسلام هو الدين الحق ومش المسيحية ومش اليهودية؟ هتطلعه من البيت ولا هتعمل فيه؟ ها؟ هل يمكنك أن تجيب؟ إذا المسألة يا جماعة احنا محتاجين نتعلم، احنا الآباء محتاجين نتعلم. صحيح بعض الآباء ومع كل الاحترام والتقدير يجيبوه للشيخ كويس، بس انت لما تجاوب يكون احسن، يفهم ان انت عندك عمق في الفهم في الدين وفي الايمان يجعلك غيور على الدين، ومش غلط. وبالمناسبه اولادنا لما ما بيلاقوش اجابات، وهذا واقع احكي من تجربتي يا جماعه، احيانا لما الاولاد لا يجدون إجابات شافية كافية عند الآباء يلجأ إلى اعتناق اللادين. يسمع في المدرسة أثيزم. أقول لك على شيء، أولاد يحكوا مع بعض يقولوا شايف هذا الولد المعوق، رب مين اللي بيقول رب الرحمة يخلق هذا المعوق ويعيش عاجز طول عمره والأولاد كلهم عمالين يتنططوا ويجروا ويركضوا وينبسطوا، يبقى هل هذا عدل؟ فالشاب اللي ما عندوش علم ولا عنده فهم من هو الله تلعب في راسه. unfair، يقول لك لا it's unfair. ليه هذا الشاب؟ ايه الغلط؟ ايه الذنب اللي عمله عشان يعيش مع وقت او يعيش اعمى طول عمره، او برجل واحده او بدون ارجل او بدون ايدي او عنده سرطان طفل؟ يقول لك رب مين هذا؟ هذا الكلام كثير اسمعه، تلقى شكاوى من الاباء. ممكن الاخوات يسيطروا على الاولاد لو سمحتم ايتها الاخوات، جزاكم الله خيرا. بذرة الإيمان في قلوب أبنائنا فهو أرض خصبة لأي بذرة تزرع فيه. لما الواحد يقول له خصوصا في الهاي سكول أنت مسلم عم تؤمن بوان جاد؟ أوكي. Is it fair to see that handicapped young boy what crime did he commit؟ إيه الإجابة؟ شاب ما عندوش علم كفاية. ما عندوش علم كفاية. شوية شوية يوم بعد يوم يؤمن، وهذا الكلام حصل بنسبة مع ابناء المسلمين لعدة أسباب. السبب الأول إنه ما عنده علم وأهله مش ما بيعطوه المعلومة الصحيحة المبنية على أساسنا. الأول شيء. الشيء الثاني بيلاقي فيها مخرج من الالتزام بقواعد الدين، بلا صلاة بلا صوم عيش زي ما أنت عايز. فعنده سببين من وجهة نظر مقنعين. انتوا مش بتصلوا لربكم؟ وليه ما بتدعوش الله يوقف الحروب والقتل اللي في بلادكم؟ انت مش كنت مريض؟ دعيت ربنا كم مره؟ دعا استجاب لك؟ فلازم يفهم الشاب، لازم يفهم. تقولوا ان انت لما بتدعو بدعاء عندك ربنا بيختار لك واحد من اربعه، اما انه يستجيب فورا وهذا مقام الانبياء، أو يستجيب لك بعد شوية سنة سنتين شهر شهرين أسبوع يوم، أو يصرف عنك من السوء مثل ما دعوت،
أو يدخرها لك أجرا عنده يوم. لو هو فاهم، لو هو فاهم إن الله لما يبتلي إنسان بيدخره لو صبر أجر عظيم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رب العزة عز وجل حين يقبض ولد العبد، لما واحد ربنا يعافينا ويعافيكم ويبارك لنا في أولادنا وأولادكم يا رب آمين آمين، لو قبض ولد العبد فيقول الله عز وجل قبضتم ولد عبدي، الملائكة يقول الملائكة يقولون نعم قبضتم ثمرة فؤاده، نعم يا رب بأمرك أنت اللي أمرتنا. فماذا قال عبدي؟ يقولون يا رب حمدك واسترجع صبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إذا اللي يبتلى لو صبر على هذا البلاء ربنا سبحانه وتعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلي النبي بموت ابنه عشان ان احنا نتعلم الصبر، ربنا يعافينا وابنائنا وابنائكم يا رب امين، عشان نتعلم الصبر. والصبر على البلاء والرضا بالقضاء من علامات الايمان. مش كل واحد صحيح معناه ان ربنا راضي عنه، صح ولا لا؟ فرعون كان ها وكان قوم عاد ومن اجد منا قوه كبر. اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد، لما عصوا واستكبروا وظلموا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. مش كل واحد صحيح معناه ان ربنا راضي عنه، ولا كل واحد غني دليل على ان ربنا راضي عنه، ولا كل واحد قوي دليل، لا بالعكس مش شرط. اذا لابد يكون عندك اجابه. اقول له تعال بقصه، هل الاسلام هو الدين الحق ولا المسيحيه ولا اليهوديه؟ اقول له بسيطه، ما كان دين ابراهيم قبل عيسى وموسى ومحمد؟ ما كان دين المسيحية؟ كان في مسيحية؟ لا، يعني انت عشان تناقش ابنك، كان في مسيحية؟ كان في يهودية؟ لكن كان، واحنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ربنا قال ها بل اتبع ملة ابراهيم حنيفا، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن بلاش سيدنا ابراهيم، سيدنا نوح، كل الأنبياء من قبل سيدنا إبراهيم وأنت طارق، ما كان دينهم الإسلام. إذا هل رب واحد يشرع دين لإبراهيم وبعدين دين لموسى وبعدين دين لعيسى وبعدين دين لمحمد هو رب واحد؟ هذا الكلام منطقي؟ لازم تحكمها. وما معنى المسيحية؟ قول لي إيه هي المسيحية وأنا أشوف أوافقك ولا لا. إنه عيسى هو الله، كيف؟ ألم يولد من رحم امرأة؟ كيف يكون الإله مولود من رحم امرأة يولد كما ولدت أنا وأنت وأي واحد؟ كلام يعني بسط. ابن الله، إذا الابن لازم ياخذ صفات الأب. الابن كان بشر يأكل ويشرب وينام ويغضب ويفرح، صح؟ إذا الأب لازم يكون على نفس الشاكلة. فهل يقبل إن الله يكون بشر بتقوى مين؟ وأين هو؟ إذا ممكن المسألة إحقاق، ما تقولوش ولد، قول أستغفر الله العظيم، ده أنت هتودي نفسك نار جهنم. لا، افتح معاه حوار هادئ، هدوءك دليل على 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 قوة موقفك كما يقولون، هدوءك ورباطة الجيش وتكون مستند على معلومات صحيحة واقف على أرض صلبة، يتولد عند ابن قناعة بما تقول، والقناعة توصل إلى اليقين، واليقين يولد عند ابنك ثبات على الدين. إذا لما يسألك أقول له تعال نتناقش. نعم. شو قولوا إن في إله آمن بعيسى اللي صلبوه، إذا أصبح رب صح مش قوي، كيف لا يدفع نفسه؟ يدفع نفسه مظبوط. وإذا لم يكن قد صلب أين هو؟ يبقى رفعه الله، صح؟ يعني في أبواب من الحوار نستطيع أن ندخل منها ونفهم أولادنا بهدوء. طيب، بعض الناس يقول ولد أنت بتسأل، اطلع روح اتوضأ وصلي ركعتين قبل ما ربنا يحرقك. هل هذا الكلام؟ هل هذا الحوار بناء؟ يخلق فجوة أعظم وأكبر بينك وبين ابنك وبينك وبينه وبين الدين. نعم. طيب،
لقراءة القرآن دون أن تبين له عظمة هذا الكتاب وفضل هذا الكتاب وفضل أهل القرآن وبركة هذا القرآن، إنما بالإجبار هيقعد يتمتم بكلمات ما مش فاهمها ولا حتى هو عنده رغبة، وبالتالي المسألة تضيع وقت. لكن قبل ده يسبقه تدريب تعليم، وخليه من يعني أنت تكلم عن فضل القرآن وعظمة القرآن وبركة القرآن وفضل أهل القرآن عند الله سبحانه وتعالى. وذكروا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي أناس يلبسون تاجا ضوءه أعظم من ضوء الشمس فيغبطهم الأنبياء والشهداء فيقولون من هؤلاء يا رب؟ هؤلاء الذين علموا أولادهم كتاب الله، الله أكبر. وأناس آخرين يلبسون ثياب الكرامة، تاج الكرامة وثوب الكرامة، من هؤلاء؟ هؤلاء الذين كانوا يقرؤون. بين له عظمة القرآن وفضل القرآن. نعم. كمان مش مطلوب التشدد، يعني في رمضان إجبار ولا جنبي في التراويح لو مش جيت آخر أزود، أقول له أنت في شهر عظيم، بين له فضل رمضان وعظمة هذا الشهر وفضل الأجر والعمل الصالح فيه، وخلي بالك خليه يصلي كما قال. هذا الفهم لازم احنا نفهمه كآباء، ليصلي أحدكم نشاطا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فلقى زينب ربط حبل بين ساريتين، وبعد السجود لا تستطيع الوقوف من التعب، تصلي طول الليل فتتعلق بالحبل حتى تستطيع القيام. فقال ما هذا؟ قالت لأقوى علي، قال لا لا لا، ليصلي أحدكم نشاطا، طول ما عندك نشاط ورغبة صلي، تعبت خلاص. لكن لما تقول شوف أول ركعة والله وإلا، يا أخي فهموا عظمة الوقوف بين يدينا، فضل الوقوف بين يدينا، وإنه أنت طول ما أنت عندك راحة نفسية وقبول على الله، الله يقبل عليك. طول ما أنت مقبل على الله، الله يقبل عليك بالخير والبركة والهدى والأجر والنعمة إلى آخر هذه الأمور. طيب، وربنا قال في القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدى. رمضان على الأبواب، بينوا لهم فضل الصيام ولما نصوم. كثير من أولادنا والله لا يعرف. وبالمناسبة يا جماعة عندنا سبت وأحد درس للأولاد كل يوم سبت وأحد من الساعة 1 للساعة 2 وبعدين نصلي الظهر. للشباب بالعربي وبالإنجليزي يعني إن شاء الله مفيد جدا. عندنا عدد كبير ما شاء الله. سبت وأحد من الساعة 1 للساعة 2 الظهر. هاتوا أولادكم وعودهم، واللي عنده استفسار نقيم علاقة كويسة مع المسجد، نربط أبنائنا بالمسجد وبإمام المسجد للإجابة على تساؤلاتهم. أي شيء مهتم بيه حابب يسأل عنه يستفسر عنه، ممكن يكون في سؤال مش حابب يحكي فيه مع أبوه ولا معهم، يحكي فيه مع الشيخ. ونساعد أبنائنا أنهم يرتبطوا بالمسجد بكتاب الله وبالجماعة ولو في الويكند سبت واحد، وممكن يجي السبت والأحد مع بعض ما عندنا مشكلة وبدون أي مصروفات. فأرجو أن أنتم تأتوا لأبنائكم إن شاء الله. رفق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. رفق، رفق. ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. حديث آخر، شايف الشباب الطيب ما شاء الله، شايفين لسه بنحكي في الموضوع، من الذي أتى به؟ ربنا سبحانه وتعالى. لكن كمان فيه دور على الأهل لازم هم به. الله مبارك في أبنائنا وأبنائنا المسلمين. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه، ويعطي على العنف ما لا يعطي على سواه. هدوء، صبر، وافتح قلبك وخلي بينك. وهذه رسالة والله مهمة، خليك ذكي وانت كلكم إن شاء الله ذكي. خلي ابنك يحكي لك اللي عنده، خلي فيه العلاقة قوية، خليه يقول اللي هو عايزه حتى لو غلط سبحانه. لأنه لما يعرف إنك قاسي أشياء خطرة ومهمة في حياته مش هيقول لك عليها، وتقول يا ريتني كنت أنا كذا كذا كذا. افتح باب للحوار، باب النقاش في كل الأمور. يعني
الأسبوع قبل الماضي تحدثت مع الشباب كيف يغتسل من الجنابة. أي واحد يستحي الكلام في هذا الأمر، لكن الموضوع مهم. في أبنائنا وشبابنا مش عارفين الغسل من الجنابة، ما يعرفش ولا يعرف كيف يتطهر من الجنابة، ولا يعرف أصلا الجنابة، ما يعرف. فلازم تحكي معه. هذه أمور أخرى تبين له حدود العلاقة بينه وبين الفتيات، وتبين له وتفهمه إنه أنت إن شاء الله في المستقبل تتزوج امرأة مسلمة، تكون زوجة عفيفة طاهرة، تربي أولادك وأبنائك على الدين وعلى الخلق. لازم تكون في كلام بين البنت وأمها وبين الأب وابنه، لازم يكون في حوار في كل الأمور. خليك صديق له، خليك صديق له، افتح قلبك له بحيث يثق فيه، وخليك رفيق إلى أقصى درجة، خليه يثق فيك. لو وصلنا لهذا، هذا قمة الفهم العميق لأصول التربية، إنه ابنك يصل إلى مرحلة الثقة فيه فيبوح لك بأسرعه ويستشيرك في أدق الأمور حياته. هذا مهم جدا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ ها؟ كل سهل قريب لين. إحنا عندنا فعلات بتوصل ضرب وسب وطلع بره. ايه هذي؟ ما ضرب احد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضرب احدا الا في سبيل الله، الا في المعركه. لا ضرب خادم ولا زوجه ولا ابدا، ولا يرتفع صوته. النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالصرع. انا عارف ان احنا بتاخذنا الحميه، لكن احيانا غضبك هذا يتجاوز الحد فياتي بنتائج عكسيه. اصبر. ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ على كل قريب سهل لين. السؤال المناقشة مفتوح في كل الأمور. خلي ابنك يثق ويشوف، وحتى أنت كمان استمع، مش عشان تاخد رأيه، لكن تحسسه إنه له كلمة في حياتك. إيش رأيك؟ أنا داخل على بزنس ولا داخل، مش عشان تستنير برأيه، وما ممكن يكون عنده فكرة، لكن الأهم منه إنه أنت بالنسبة لي شيء مهم في حياتي، باخد رأيك. مثلا في الويك إند عايزين نروح نتغدى في مكان، ولد يا مطعم عربي يا إما هكسر راسك. طب هو مش حابب المطعم العربي؟ حقه ولا مش حقه؟ مثلا هو مولود ياكل الأكلات اللي أنتوا عارفينها. فلازم مرة مرة إنه تستجيب له وتحس إنه له كيان. طيب، نماذج من حياة الصحابة تفيد جدا، مش كل الوقت بس. لما تحكي له مثلا قصه كات ستيفن يوسف اسلام، ده كان بيسموه ملك موسيقى الروك في العالم، في العالم، في العالم، وتعرض لموقف وهو بيسبح في الميه دوامه، عارفين دوامه البحريه، كاد ان يغرق وهو لا يؤمن بشيء الا بنفسه، غناءه وفنه وشهره وماله ونسوان. لما لجأ الى الله ونجاه الله عز وجل، أصبح الآن لا، هذا نموذج تسوقه لأبنائه. هذا كان عنده شهرة ومال وسلطة وجاه، ويعني very famous star، وترك كل هذا وأصبح هدفه في الحياة يدعو الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، دينه نماذج، فدينه نماذج من الواقع اللي بيعيشه، ونماذج من الماضي، اربطوا الماضي بالحاضر. سن البلوغ بيبقى في فتره توتر، واعتقد ان لان الاولاد مروا بهذه المرحله، الاولاد بتختلف عندهم، عصبي جدا، عنيد جدا. مرحله التحول من مرحله الصبيه الصبيانين إلى مرحلة الشباب، هذه المرحلة من 16 إلى 20 سنة.
سلوكه، كلامه، تصرفاته كلها عكس ما أي واحد يتوقع. اللي عنده أولاد يعرف هذه المرحلة، بس لازم تستعد لها. اصبر اصبر، امتص الأرض، هدي هدي إلى، يعني لو كنت بتهدي قبل ال 16 بنسبة 50% محتاج تصبر وتهدي 80%، لأن المرحلة دي يا إما الولد والعياذ بالله يضيع منك، يا إما تستوعبه وتمتص غضبه وتهديه وتقول إن دي مراحل طبيعية وتغيرات فسيولوجية وبتحصل من الناس وإن شاء الله تجتازها، وبعدين تصل إلى مرحلة النضج والعقل والرشد والفهم، وهذه مرحلة طبيعية وأنا أصبر عليك وأنت عيوني، ده أنت قلبي اللي بينبض في 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 وجداني. لازم ننتبه. كذلك الفتيات، كل الشباب بيمر بهذه المرحلة، لازم نتعلم كيف نتعامل مع هذه المرحلة بالصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر واصطبر واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه المرحلة مرحلة خطيرة جدا. كمان اعرف إنه ابنك منذ نعومة أظافره وهو بيرقب تصرفاتك أكثر ما بيسمع كلام. لما بيسمع بيربط الكلام بالتصرف، حطوهم مع بعض. إن وجد الكلام متناقض كل اللي أنت بتقوله لن يلقى صدى في نفسه. إن أردت أن يهدي الله أبنائك وبناتك إلى الحق والخير كن نموذج، كن نموذج. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا شيء ثاني، حاول تخصص وقت في الويكند للجلوس العائلي بدون سمارت فون ولا أي، فقط لننظر في وجوه بعض ونتكلم حوار مفتوح، نفتح حوار في أي أمر من أمور الأسرة أو أي أمر من أمور الدين أو أي أمر من أمور الحياة، أي شيء افتح ها نص ساعة على الأقل نقعد نتكلم وننظر في وجوه. كم ساعة؟ قول لأولادك أنت كم ساعة بتقضي مع السمارت فون والتكنولوجي؟ كم ساعة؟ ساعات طويلة. وكم ساعة نايم؟ وكم ساعة؟ طب يا أخي أعطينا ساعة، اعتل الأسرة ساعة، لازم الأسرة يكون لها دور، ونتكلم ونتناقش ونقوي العلاقة ونفتح حوار مفتوح ونتكلم ونتناقش. بس لو الأب ولا الأم تعصب في الاجتماع هذا خرب، لازم تصبر وتحاول جهدك أن تجعل من هذا الاجتماع اجتماع ناجح، ينجح أول مرة وثاني مرة يتطور وثالث مرة يتطور ويتطور إلى أن يكون له أولادك هيخونوه، طالما إنه في حوار هادئ بناء وفيه في منفعة في خير. هذا شيء مهم جدا، وحاول تسجل أولادك. يعني أنا أقول بمنتهى الأمانة إحنا المساجد كلها عليها دور، لكن يعني ربنا يهدي نفوس إدارات المساجد يا رب العالمين وميول الشباب اهتمام أكثر. لكن الفراغ، يعني مثلا اسبوع الاجازه اللي فات يا اما واخدينهم رايحين فاكيشن فاكيشن فاكيشن، او في البيت رايح مع صاحبي خليه يروح، رايحه مع صاحبتي روح، ما انت ما عندكش برنامج، لا برنامج رياضي ولا برنامج ديني ولا برنامج ترفيهي ولا اي برنامج، فبالتالي خليه يحل عنا، خليه يطلع، خليه يخرج. لم يكن له رفقة صالحة المخاطر وخيمة والعواقب وخيمة، فلما لا نجعل برنامج؟ طبعا الآباء يشتغلوا والأمهات قد يشتغلوا والأولاد في البيت والأمهات طول النهار، فشيء خطر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. شباب قوة وحيوية وغريزة وفراغ، ماذا نتوقع؟ ففي دور على المسجد وفي دور على الأهل وفي دور، سجلوا في الجيم، سجلوا مع صحبة طيبة في أي برنامج ترفيه. لازم يعني الأخوة ما شاء الله في ماسكتي ما شاء الله كانوا عاملين الإعلام منظمة كويس، صحبة طيبة، يطلع الأولاد يلعب ويرفق ويترفع وينبسط، وفي نفس الوقت يعني بيحافظ على قيمه وأخلاقه في وسط مجموعة من الشباب المسلم، شيء طيب جدا ربنا يجزيهم خير. إذا لابد يكون في برنامج بالذات في أيام الأجازات،
وبرنامج أسبوعي في أيام الويكند. لازم يكون في برنامج عشان دائما نحتضن أبنائنا ونجعل لهم حضانة طاهرة عفيفة كلها تشتمل على معاني القيم والأخلاق والدين وحسن الخلق والترفيه واللهو المباح. لا بأس في اللهو المباح، لأنه إن لم يتوفر له لهو مباحا هيلاقي اللهو الحرام. وفر له الشباب طاقة، محتاج طبعا هذه الطاقة في أي شيء، في الجيم، في الرياضة، في صحبة طيبة، في رحلة مع هنا مع هناك مع رفقة آمنة. أحسن شيء إنما تخلي قاعد في البيت والأب في الشغل والأم في الشغل ولا في المطبخ والولد والبنت قاعدين طول اليوم ما فيها بيعملوا شيء. هذا شيء. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، نجنا وننجي بنا واجعلنا سببا لمن نجا، يسر أمورنا، فرج كروبنا، اقض حوائجنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اختم الباقيات الصالحات أعمالنا، بارك لنا في أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا يا رب العالمين، بارك لنا في إخواننا وأخواتنا وسائر المسلمين، احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، احفظ علينا ديننا وأخلاقنا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا يا رب العالمين. لا تجعل الشيطان علينا سبيلا ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، نجنا وننج بنا واجعلنا سببا لمن نجا، ويسر الخير لنا. لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. بارك الله فيك.